كابتن عادل، اكيد ليك رؤيه خاصه للتعامل مع المرحله ديت في الظروف الصعبه دي في التوقيت القصير ده. اوكي كابتن، يعني عايز اقول انه دي مدارس. في مدرب بيعتمد على مدرب الاحمال بتاعه ومخطط الاحمال على الدقائق، بيشتغل على دقائق، وفي مدرب اخر بيشتغل بالمجموعه بتاعته الكامله والتعويض من الاحتياطيين، اللي يتعور او اللي يتعب ينزل التاني. لكن انا بقول لك في الاحترافيه العاليه زي النادي الاهلي بيشتغل على الدقائق. بمعنى ايه يا كابتن ايمن بيشتغل على الدقائق؟ يعني في، احنا عارفين اماكن الملعب، يمكن الاطراف، الطرف اليمين والطرف الشمال بيبقى عنده زياده في الجري شويه، نص الملعب الاثنين الديفندراب بيبقى عنده زياده في الجري شويه. يعني احنا لو بنتكلم على معدل الجري في المباراه الواحده بيوصل ما بين، في المستوى بتاع الدوري المصري غير الاوروبي، احنا بنوصل ما بين السبعه كيلو الى التسعه كيلو. فبنوصل بيه، في ناس بتعمل سته كيلو زي السردباكات الاثنين، وفي حد كمان بيعمل حوالي مثلا زي مجد قفشه بيعمل له 6 7 كيلو، وفي الاثنين الديفندرات ممكن يعملوا اكتر من 9 كيلو او 9 كيلو. في ناس بتعمل من 10 ل 11 12 كيلو زي ديانج مثلا. ديانج مثلا لما فهو يبقى انت بتتكلم على المدرب الاحمال او مخطط الاحمال ازاي بيدي الزمن لكل وقت. يعني وكمان الاتفاق على التغييرات، ممكن تكون في لعيب كويس وشغال كويس وماشي كويس وزي الفل ومؤدي كويس قوي، ممكن المدرب يطلعه، فالناس تتساءل طب ما ده كان كويس ليه المدرب بيطلعه؟ لا، ما فيش الكلام ده، هي ازمنه واوقات علشان اللعيبه توصل لاعلى نتيجه في الفتره الزمنيه اللي انت بتلعب فيها اللي هي الثمان مباريات بتوعك. اللي انا شايفه من موسيماني هو بينتمي للمدرسه دي بتاعه الدقايق، اللي هو ممكن يخلي مدرب الاحمال بتاعه يظبط له الامور على زي ما بيعمل في تدوير السوليه وديانج وحمدي فتحي. وبيخش دلوقتي عنده الناحيه اليمين زي اكرم وزي محمد هاني، برضو ممكن يشتغل بيهم بالشكل ده، وممكن اكرم كمان يبقى رابع لنص الملعب. فانت عندك علي معلول وعندك محمود كهربا ما لعبش كتير، ممكن يدي لكهربا ازيد وقت شويه، ممكن يدي لحسين الشحات لانه ارتاح فتره ازيد شويه، محمد شريف هو اللي عنده وطار محمد طار لما يرجع والناس دي لما ترجع هيقسمها دقايق، ولكن الامر في ايد بقى اللعيبه. يمكن دي شغل الجهاز الفني، ولكن اللاعبين نفسهم بقى اللي هي مباريات التفنيش في البدايه. المباريات دي مش عاوزه شد عصبي، المباريات دي مش عايزه انك تاجل المكسب، انك انت تلعب الشوط الاولاني مش كويس والشوط الثاني، لا، انت طول الوقت اول فرصه لازم تستغلها قوي علشان تنهي. علشان احيانا يا كابتن ايمن لما بتنهي هدف واثنين وثلاثه بتدي فرصه للجهاز الفني يريح ويظبط لعيبته على المباراه الاخرى. أيوة. انت عارف ان ممكن من الشوط الثاني في المباراه اللي انت بتلعبها بتفكر في المباراه الثانيه، يبقى انت خلصتها بتأمن فيها كويس وبتقلل كم جريك عشان تلعب المباراة اللي بعدها. أيوة. وفي الآخر الأمر مع الجهاز الفني واللاعبين، وربنا يسهل إن شاء الله.